حراك تجاري يستمد طاقته من صناعة الجنابة والخناجر في سوقها الشعبي بمحافظة خميس مشيط، والذي يعتبر من أقدم الأسواق الشعبية. فرغم مرور الزمن إلا أنه ما زال يحتفظ بأهميته، كونه السوق الوحيد الذي يقدم عملية البيع والشراء والصيانة لهذه الخناجر. السوق هذا طال عمرك لي فيه أكثر من 35 سنة، وشغال في هذا التراث، تراث الآباء والأجداد طبعا، اللي هي الخناجر. سمعت هذا السوق والزراف يختلف أنواع الجنابي، فيه الذريع وفيه الخنجر وفيه النجرانية زي هذه، وفيه تختلف الجناب. هيد بن محمد بن حتات آل جميح الحبابي، جاي من دولة الإمارات، جاي مخصوص للسوق هذا، والله دور جنابي نفس هذه. صراحة السوق هذا سوق عالمي، كل ما تبغى تحصل، بغيت جديد بغيت قديم، كل ما تبي تحصله. والله أني جاي من هناك علشانه، كل أي شيء أثري أو أي شيء تبيه، أي شيء تبغاه في خاطرك تعينه. هل سبق لك زيارة هذا السوق أكثر من مرة؟ والله هذا يمكن رابع مرة أو خمس مرة أجي السوق هذا. إيش اللي لفت انتباهك في هذا السوق؟ كل ما تبيه تحصله في السوق هذا. وللخناجر تنوع مشهود، نلمس ذلك من خلال اختلاف أشكالها تبعا للمواد التي استخدمت في صناعة أجزائها. هذه طال عمرك من النوع الجديد، هذه من النوع الجديد اللي ما استعملوه الشيبان. فيه نوع جديد ما هم منه، لكن فيه نوع ما استعمله الشيبان، هذه جناب الشيبان، هذه عمرها فوق 70 سنة. شايف اللهم منا نغير الصب بس، لكن الرأس والسلة قديمة لها أكثر من 60-70 سنة. أما هذه لها حدود 35 سنة، 30 سنة تقريبا، وأسعارها تتفاوت. الوالد كان يصنع السلة اللي زي كذا، زي هذه الحين ما نقدر نصنع هذه الحين، راحت هذه شغلتها. قد يجينا من عمان السلة زي كذا من عمان، اشتريها 200 3 5 شيء ب 1000 شيء ب 15 ريال رخيصة يعني. في شيء نوع انواع حلوة وفي انواع لا، فنشتغل زي هذه. وكم يبيعها الواحد ذيك الحزة؟ يبيعونها ب10 ريال 15 ريال، وين 10 ريال و15 ريال زمان. ويركب لها رأس قرن، يأخذ لها رأس قرن ويركب لها ويضبطها وتمشي. لا ما في فضة ذيك الحزة يشتغلها، ما نشتغلها بفضة ذيك الحزة. هذا الجنبية يسمونها الجنبية، الجنبية تختلف عن الصب. هذا صب فضة وذهب أو فضة خالص، وهذه جلد خشب بس فقط، تختلف. ويحرص المواطنون على اقتناء هذه الخناجر وارتدائها في حياتهم اليومية وفي المناسبات والأعياد، كونها تشكل لهم إرثا تاريخيا يمنحهم الفخر والاعتزاز. رغم المحطات الزمنية التي مر بها هذا السوق، إلا أن أهميته التاريخية جعلته المقصد الوحيد الذي يلبي شغف كل من يرغب ارتداء واقتناء هذه الخناجر. للقناة السعودية أحمد عسيري، محافظة خميس مشيط.
شكرا جزيلا للزميل أحمد عسيري على هذا التقرير المميز. يعني والأجمل فيه أيضا أنه رصد إعجاب كافة زوار هذا السوق من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقال أيضا أنه يلبي كافة احتياجاتهم للمهتمين بهذه الحرفة اليدوية. وهذا أيضا أحد أهم أدوار برنامج ديرتنا، أننا نسلط دائما الضوء على أصحاب الحرف اليدوية والمهن القديمة. نتوقف معكم.